معلم، وانا عم ادفن علي مماتي قلت يلي بيحب الله يرد التراب علي. انت ما رديت التراب وسحبتني وطلعتني من القبر. وقت غلطت يا مماتي كان لازم طلعك وانزل محلك. معلم انت ابنك عايش عم تحكي هيك وابنك بين ايدين هذا عديم الشرف؟ بالاول منقذ ابنك وبعدين منقرر مين بينزل على القبر. هلأ مو وقتها. بماتي حاسس بتقل كبير. طبعا تقيلة، مر كل هالوقت ولا هلأ بعدها تقيلة. سحبت سلاحي وحطيت براس كل الناس وعوصتهم. حط المسدس براسي بتفوت بأنفي ريحة علي مماتي بيقلي لا تعملها. حط المسدس براسي بتفوت بأنفي ريحة علي مماتي بيقلي لا تعملها.